رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أسماء آية الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة تشريف جلالته للمباراة الختامية لكأس جلالته لكرة القدم للموسم الرياضي 2018-2019 مشيرا سموه إلى أن تشريف جلالته للحفل الختامي زاد من رونق المباراة ويؤكد حرص جلالتي على دعم ورعاية المحافل الرياضية في مملكة البحرين منوها سموه إلى أن هذه الرعاية الملكية السامية تعطينا الحافز الكبير لمواصلة دعم كرة القدم البحرينية لتحقيق الأهداف المرجوة ومؤكدا سموه أن تشريف جلالتي للمباراة النهائية وسام على صدر كافة الأسرة الرياضية في المملكة. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن رعاية جلالة الملك المفدى واهتمام سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد ساهم بنجاح كأس جلالة الملك للموسم الرياضي 2018-2019 موضحا سموه إلى أن هذا الدعم والرعاية ساهم بشكل كبير بتحقيق العديد من الأهداف وأن هذا الدعم حافز للجميع ببذل المزيد من الجهود للارتقاء بالرياضة البحرينية. أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بجهود مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة سعادة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد الخليفة وكافة أعضاء مجلس الإدارة ومشيدا سموه بجهود اللجنة المنظمة العليا للبطولة والتي كان عملها احترافي ومميز طوال الفترة الماضية كما أشاد سموه بجهود كافة اللجان العاملة. بارك سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لنادي الرفاع بمناسبة حصوله على كأس جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه للموسم الرياضي 2018-2019 وهنأ سموه مجلس إدارة نادي الرفاع برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة وكافة أعضاء مجلس الإدارة. قال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن المستوى المميز الذي ظهر عليه فريقا الرفاع والحد في المباراة النهائية عكس الصورة المشرفة لكرة القدم البحرينية التي تسير وفق الخطة الموضوعة.